لمن يلا نغني سوا. انا اكيد ناطر كل اتصالاتكم على رقم التليفون يلي موجود قدامكم على الشاشة، واكيد اكيد رح يكون كمان عنا رقم للواتساب. اصحابنا المهضومين اللي تشوف هلا رح يفرجونا الرقم، هلا رح نروح لعندهم بسرعه ونشوف شو هو الرقم. الرقم بيقول، خلينا نبدو الكاردز هولي تنطلع على الرقم مزبوط، رح قوله على صوت عالي، واذا بدكم بالبيت عندكم فيكم تكتبوه. 00961715868 14. نرجع منعيده، رح نرجع نشوفه. 00961715868 14. ناطرين تبعتوا لنا فويس مسجز، يعني رسائل صوتيه او رسائل انتم بتكتبوها، او حتى فيكم تصوروا فيديو، وفيكم كمان تتصلوا فينا عبر الواتساب. هيك نحن بنشوفكم وبنحكي معكم، وصار عنا شئنا رح نقدر نشوفكم كمان على التي في مباشره بنشوفكم، وفيكم اكيد تتصلوا فينا كمان على السكايب. هلا بنشوف شو هو اسم السكايب تبعنا على الشاشه. شو كمان بدنا نذكرهم لاصحابنا انه هيدا هو الايميل يلا نغني @7.com، وبعد شوي بيقطع اسمنا على السكايب. واكيد اذا بتحبوا تبعتوا لنا صور، بعرف انه كثير بتحبوا تشوفوا صوركم على يلا نغني سوا، فيكم تبعتون باي ايميل او على الفيسبوك بيج تبعنا يلي هي يلا نغني سوا. ثانك يو جايز. فيكم تحطوا الكاردز وراكم. اكيد بدنا نسلم على الباند. كيفكم باند بول كمال جوي؟ ثانك يو على الميوزك الحلوه اللي دائما هيك بتحطوا لنا تاتش الغير شكل فيها. كيف كان هالاسبوع؟ منيح؟ اوكي جريت. وهلا مثل العاده اصحابي بدي اياكم تتعرفوا على الاصحاب الحلوين يلي جبتوا معي على الاستوديو لليوم. رح اعطيهم الميكروفون ونبلش بصديق كثير مهضوم وكثير بحب يطلع على التي في ويغني ويشارك بالنشاطات. وشو اسمه؟ الياس. كيفك الياس؟ ليح. محمص؟ ايه. كثير؟ ايه. الياس خبرنا عن عمرك وعن الاشياء اللي بتحب تعملها، عن الهوبيز تبعك. عمري 8 سنين. بحب العب بيانو وارسم. وشو بتحب تصير بس تكبر؟ هذيك المره خبرتنا شيء بالصف. شو بتحب تصير؟ على الميكرو خبرني. شو بحب يصير تتذكري؟ ايه فيمس. فيم. بحب يصير مشهور، لهيك نحن عم نحقق لك حلمك هون بيلا نغني سوا. طيب يوم من الايام تصير مشهور كثير، شو رايك؟ يكون هيك عندك برنامج لإلك؟ شو؟ غير شكل الفكرة ما هيك؟ إيه. يلا نعطي الميكروفون لجريسي. جريس، جريس كيفك؟ شو الشعر الحلو هيدا؟ حلو؟ استحيت جريس. طيب خبرينا قد ايه عمرك وكمان شو بتحب تعملي كثير؟ عمري 7 سنين. شو بتحب تعملي؟ بحب غني وارسم. كثير حلو. بتحب انت كمان تصيري مشهورة؟ ايه. ليه مش غلط؟ ايه. طيب يا جريس، بدنا نخبر انه جريس والياس كازنز، يعني اولاد خاله او اولاد عم؟ خال. اولاد خال. اوكي. واخر ضيفه ليكو فستانها شو حلو، وقفي فرجينا فستانك. وقفي يا كلوي، وقفي ليكو شو مهضومه طالعه كلوي. كلوي خبرنا كمان قد ايه عمرك وشو اكثر شيء بتحب تعملي؟ عمري 7 سنين. اوكي. بحب اعمل بينتينج وعمل بيانو ودرامز. واو واو واو، كل اصحابنا عندهم كثير مواهب، انا كثير مبسوطه فيكم. عندنا اول اتصال، هيئتهم اصحابنا محمسين يتعرفوا عليكم، تعالوا كلنا نقول الو. 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 هاي ماريتا. بيريتا. هاي. كيفك حبيبه؟ منيحه؟ سوري صرت مغلطة باسمك 3 مرات، اسمك بنيتا ما هيك؟ ايه. اوكي حياتي، قد ايه عمرك خبريني؟ 9 سنين. 9 سنين، حبيت التشوف اللي معنا اليوم بالاستوديو؟ ايه. بتحبي بنيتا انت شي مرة تجي لعنا؟ ما بعرف، بدك تسألي بابا. اوكي اكيد، لكن نسأل بابا وبتجي لعنا شي نهار إذا هو ما عنده مشكلة، وبتقدمي الحلقة معي. بنيتا خبريني شو أكثر شي بتحبي تعملي؟ شو المواهب اللي عندك؟ بالمواهب شو؟ شو بتحبي أكثر شي تعملي؟ غني. كمان شو حلو، برافو. لكن هلا بدك تسمعيني غنية حلوة من صوتك. يعني. إذا عابق الورد. تفضلي حياتي. إذا عابق الورد تمتمع طهرك سر الورود، وإن قيل ذنبك غاب فإنك غاب الجدود.
فإنك باب الخلود ودار الخلود، فهمسك مفتاح باب الخلود. بنزقف لها زقفة كبيرة لبنيتا. برافو برافو يا بنيتا، كثير كثير شطورة حبيبة، عن جد كثير شطورة بنيتا. هلا الياس عم بيزقفوا لها كله لبنيتا قد ما شاطرة، رح يكتب لك اسمك ويحطه بالبوكال. بس فيني اسألك سؤال؟ أكيد قولي لي. أنا ربحت كادو، بس من وين بدي استلمه؟ من سات 7 حبيبة، بتعرفي وين سات 7؟ بالمنصورية بحي البلاطة. خليهم ياخذوا رقمك هلا تحت الهواء، خليك على الخط وبياخذوا منك كل المعلومات وبيخبروك شو لازم تعملي، أوكي؟ يلا، ثانك يو حبيبي، وي لاف يو، ثانك يو كثير على اتصالك، باي. اوكي، لكن من بعد ما اخذنا اول اتصال من بنيتا المهضومه، ثانك يو الياس، انت اليوم عم تهتم بالاسامي. بدي اسالكم مين بحب يبلش يرنم لنا اول ترتيله لليوم؟ ما تتخانقوا واحد واحد، مش مستحيين ابدا. مين بده يبلش؟ يلا جريس والياس، خذوا الميكروفون كل واحد مايكروفون، بطلب منكم تتفضلوا على المسرح. يلا، شو الغنيه اللي بدكم تغنوا لنا اياها اليوم؟ ماشي انا. اوكي يلا ننطر الميوزك. يلا ماشي انا، ماشي انا، ماشي مع يسوع. ماشي انا، ماشي انا، ماشي مع يسوع. دايما فرحان ولا مرة زعلان. ماشي انا، ماشي انا، ماشي مع يسوع. ماشي انا، ماشي مع يسوع. ماشي انا، ماشي انا، ماشي مع يسوع. دايما فرحان ولا مرة زعلان. ماشي انا، ماشي انا، ماشي مع يسوع. برافو، زقف لهم كلوي، شو عجبوك؟ كثير شطورين طلعوا، برافو عليكم. هول التراتيل اللي بنتعلمهم بالمدرسه، فيري جود جوب. وعندنا سكايب يا كامو. كان في عنا اتصال يا مريم من صديقه لنا، صرنا زمان ما سمعنا صوتها. مين 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 خبرنا؟ يلي هي مارجو. مارجو اشتقنا لها كثير، هلا بنحكي معها، واول ما يجينا واتساب مسج كمان خبرنا. هلا مارجو معنا صوت. يلا. هاي مارجو. مرحبا. نشوف اذا عنا صوره على التي في. يلا يا مارجو بدنا نشوف صورتي كمان على التي في. اجت مارجو صورتها؟ اوكي خلينا نظبط الاتصال وبنرجع نحكي. اوكي كثير منيح. طيب بهالوقت بدنا نشوف شو هو اول ريبورت معنا ياه لليوم، ولكن قبل ما نشوف الريبورت ونتعرف على الضيفه اللي معنا اياها، بدنا نروح ونحضر كليب. بتحبوا تحضروا كليبات حلوه؟ بتعلموا اغاني جديده؟ فاذا خلينا نروح ونحضر اول كليب وبنرجع وبنحضر اول ريبورت عن الميوزك، عن الموسيقى، ونتعرف على ضيفه كثير كثير موهوبه معنا هون بالاستوديو. ما تروح لمحل، في كثير اشياء حلوه ناطرتكم، خليكم معنا. I'm not the only one.
رجعنا معكم يا اصحابي. كثير حلو هذا الريبورت ورح تحبوا اكثر هيدا الاله بس بعد ما تتسمعوا على ضيفتنا. ولكن قبل عنا اتصال. الو الو. هاي هاي، مين معي؟ مارينا. يا هلا بمارينا، كيفك؟ اشتقت لك كثير كثير عن جد. شو يا مارينا، قد ايه صار عمرك؟ 9 سنين. عم تكبري بسرعه. واختك منيحه؟ ايه. والمامي؟ نعم. والماما منيحة؟ سلمي لي عليهم كلهم كتير. ايه. شو بدك تغني لنا اليوم؟ ربي رصدك. يلا تفضلي مارينا. ربي رصدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يتقي منهما. قال الرب أرى الكلمة، أنتم أحصان الكلمة، كالأحصان فاتوا فيا، تأتوا بثمار الجنة. ربي جسدك مأكل حق، ربي دمك حق، طوبى لمن يرتوي منهما. برافو يا مارينا، كثير كثير حلو صوتك وكثير حلو ترتيلي. ليك قد ايه عم بزقفوا لك. تعالوا نبعث لها بوسه كبيره لمارينا. روقوا، تعالوا نطلع على الكاميرا كلنا. يلا 1 2 3 هاي لمارينا الحلوه، وكتبنا لك اسمك وصار بالبوكال. وتابعونا اصحابي لاخر الحلقه لان رح نختار اسم واحد ورح تربحوا جوائز كثير متنوعه. اوكي يا مارينا؟ ايه. باي باي حبيبي. وهلا حاضرين تنسمع غنيه غير شكل من البيانو للدرامز جيتار والكلارينات. يلا خلينا نسمعها. يلي هلا رح نتعرف عليها. هاي بايلت. هاي. تفضلي بايلت، ارتاحي. ثانك يو كثير كثير على هيدي السونغ الرائعه، وكثير حبيته اصحابي صوت الكلارينات، كثير حلو كثير حنون هيك ومريح، بيريح الاذن انه تتسمع عليه. بايلت، اول شيء بدي اطلب منك هيك تعرفينا عن حالك، قد ايه عمرك، من وين، وقد ايه صار لك بلبنان؟ اسمي بايلت، عمري 20 سنه. صار لي بلبنان
3 سنين. خلينا نذكر اصحابنا انه بايلت كانت من اول تجوف يلي من سوريا اجوا لعنا، خصيصا كان سلب تحضرنا من هي وصغيره، واول ما اجت على لبنان اجت مباشره على الاستوديو وتعرفتوا عليها، ويمكن كتار منكم عم يحضرونا بيعرفوها وبحبوها. وهلا هي للمره الثانيه، اول مره لعبت على الجيتار وهالمره عم تلعب على الكلارينات. فاذا يا بايلت انت متعدده المواهب، كم آلة بتعزفي؟ يمكن 5. عن جد شو هن؟ خبرينا. اول شيء بلشت جيتار، بعدين انتقلت على البيانو شوي، اوكي، وبعدين درامز. اها، كان في عندنا فتعلمت كمان شوي، والبيس جيتار بيس. واو. وهلا كلارينات. طب خبرينا ايه اكثر آلة هيك لفتت لك نظرك حبيتيها؟ اكثر شيء الجديد كلارينات. الكلارينات صوتها جديد يعني علي 100%، ما كنت اسمعه قبل. مزبوط. طيب وبتحسيها صعبه هالآلين؟ بنحس انه بدها كثير نفس. هلا عم نشوف صورها لصديقتنا الحلوه بايلت، هيدي صورتها لوحدها وهون هي وعم بتسجل. خبرينا شوي عن تجربتك بالتسجيل باستوديو، عم بتسجلي لسيدي، قد ايه اصعب من انه تدقي لايف تعزفي لايف؟ صعبه لانه كل مره بدك تعيدي، اذا في غلط او شيء بدك ترجع تعيدي، بس اللايف يمكن بتقطع يعني. مزبوط. مش غلطة بتقطع 100%. طيب وبايلت خبريني قد ايه صعوبة الكلارينات اللي عم يتفرجوا عليها؟ منحسها صعبة ما هيك؟ نسي نقول اوف كيف عم تقدر تتنفس، خبرينا. الكلارينات صعبة الآلة غير الأوتار والجيتار يعني. اوكي. سترينكس يعني. النفخ كتير صعبة يعني، شوي شوي بتتمرن وبتعرفوا كيف يعني تنفخوا أكثر منيح. 100%. يعني. كتير حلو. خلينا ناخد اتصال ونرجع منكمل مع صديقتنا بايلت. الو، هاي. الو، مين عم بيحكينا على الواتساب؟ واتساب كول. اماندا. اماندا، هاي اماندا، كيفك؟ منيحه. انا كتير مبسوطه انه عم تحكينا. يا اماندا قد ايه عمرك؟ منيحه. قد ايه عمرك؟ قد ايه عمرها؟ اسألها انت. ويتا. طيب وهي من لبنان صحيح؟ اوكي، خلينا نسألها اماندا شو بتحب تغني لنا؟ نسألها شو بتحب تغني لنا؟ ايه. يلا. جاي لعندك جاي. اوكي يلا. جاي لعندك جاي مع رفقتي جاي. كاملي حياتي. برافو برافو يا أماندا الحلوة. كتير كتير مهضومة أماندا، حبيتها كتير وكتبنا لها اسمها، ما هيك؟ ثانك يو على اتصالك، وبنحب دايما دايما ترجعي تتصلي فينا، أوكي أماندا؟ حدا بحب يسألها شي لصديقتنا؟ شو عندكم شي سؤال تسألوها إياه أو باند أنتم لأن بمجال الموسيقى في شي بيعني لكم تسألوها إياه؟ جوي. بايلت أنا عندي السؤال، كم نوت عندك على الكلارينات؟ مثلا على البيانو في 8 اوكتيفز، في كثير نوتات، انت على الكلارينات كم نوت في؟ في 2 اوكتيفز بس. كل اوكتيف مثل تبع البيانو يعني؟ يعني كل اوكتاف يعني فيه شيء الشارب والفلات. اوكي، لكنها مثل نفس النوت تبع النوتات تبع البيانو والجيتار، ولكن اكيد اقصر يعني. على البيانو مثلا في تنقول قد ايه في على البيانو كم اوكتاف؟ 8 8، اما على الكلارينات في بس 2. اوكي حلو كثير. وهيك شو بتحبي تنصحي يا بايلت قبل ما هيك نودعك اصحابنا اللي عم يحضرونا واللي بحبوا هيدي الاله وحبوا يعزفوا عليها؟ هلا من اول شيء يعني يتمرنوا كل يوم يعني. اوكي، اذا ما عندهم استاذ يعلمهم في اليوتيوب. يوتيوب عن جد بايلت من ورا خبره بتعلمكم انه على اليوتيوب فيكم كثير تتعلموا، اكيد تحت اشراف اهلكم يكونوا موجودين حدكم دائما. وفي ابلكيشن كمان بتساعد، انا كمان الابلكيشن ساعدتني كثير اعرف وين النوتس وكل شيء يعني. اهم شيء شو نعمل كل يوم؟ نتمرن اكيد. اكيد التمرين كثير كثير مهم 100%. في شيء بعد هيك بتحب تقول لهم اياه لاصحابنا يا بايلت؟ ما يزهقوا منه، لانه انا زهقت وانه ما عم اتعلم بسرعه، بس مهم واحد يضل يكمل.
وقد ايه حلو انه بايلت تخبركم انه بايلت تستعمل هيدي الموهبه الحلوه هيدا التالنت اللي عندها، وهي بتعزف على الكلارينات كمان بالكنيسه مع باقي الانسترومنت، وهيك بتقدم كان هيدا التالنت ليسوع. نحن حكينا عن الوزنات عن الجيفت بحلقه سابقه، وتعلمنا كيف كل هيك موهبه يسوع بيعطينا اياها نحن بدنا نرجع نقدم له اياها. ثانك يو كثير يا بايلت لانك كنت معنا، كثير بنحبك وكثير انبسطنا بوجودك. انا كمان. شو يا كام وشو عنا؟ كمان عنا اتصال. يلا حلو كتير. من صديقة لنا. يلا. ألو؟ ألو؟ هاي مارغو. هاي. كيفك؟ منيحة نشكر الرب. يعني ما قدرنا نحكي معك على السكايب، في الواتساب. في الواتساب. شو بتحب ترنمينا اليوم؟ بدي رنم يسوع أنت إلهي. أوكي يلا عم نسمعك. يسوع أنت إلهي، حبك سافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا. يسوع أنت من أوري. مرسي كتير يا مارغو. بتحب تقولي لنا شيء قبل ما نودعك؟ ايه بدي ابعت تحيه لماريا وللكل اللي عم بحضرونا. اوكي باي يا مارغو، ثانك يو على اتصالك. بدنا نشكرك كثير 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 لصديقتنا مارغو على اتصالها، ولان دائما بتحكينا وبتحبنا، نحن كمان كثير بنحبك يا مارغو. وهلا ضيفتنا الصغيره كلوي، من بعد ما نشوف هيدا الاتصال راح تغني لنا كمان غنيه كثير حلوه. يلا. الو. هاي. قولي الو يا كلوي. الو. الو. مين معنا؟ هاي. هاي. هايين. هاي. الو. روحي على السلامة. مين معنا؟ هاي ريبيكا. كيفك يا ريبيكا، منيحة؟ ريبيكا حياتك؟ ايه فيك تبعدي عن التي في قد ما فيك وتسمعي بس من التليفون، ووطي صوت التلفزيون على الاخر. شو؟ على الاخر. اوكي قوليك سامحني. اوكي ريبيكا قد ايه عمرك؟ اوكي قد ايه عمرك يا حياتي؟ بعد 8 سنين. اوكي وريبيكا شو بتحب ترنمي لنا؟ انفان دو فلسطين. واو شو حلو. يلا تفضلي بنهديها هيدي الغنية اكيد لكل اخواتنا واصحابنا الحلمين الصغار يلي بفلسطين عم يحضرونا. يلا. انفان دو فلسطين، انفان دو ليبان، دامريك او دو شين، ان سو جور دو نوال، كو تون رغار سو بوز سور لا تير او لو سيال. Ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel. On en verra paraître un beau oiseau dans le ciel. Aux plumes de lumière, un oiseau éternel. Colombe pour la terre, un oiseau de Noël. Enfant de Palestine, enfant de Liban, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose, la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Wow, Zafik. كتبت لها اسمها كثير حلوه الغنيه وصوتك كثير حلو، وانا كثير انبسطت تعرفت عليك، وبنحب دائما تكوني عم تتابعينا وعم تتصلي فينا تنسمع اكثر على اغانيك الحلوه. اسمك هلا صار بالبوكال. اوكي باي. كثير لذيذه صديقتنا المهضومه. شو يا كامو عنا بعد شيء؟ خلينا هلا نطلب من صديقتنا. تفضلي يا كلوي تقوم معك ونشيل الميكرو. اوكي هلا بعد شيء مندهرهم لبر. يلا وقفي هون يا كلوي. وشو هي الغنية اللي بدك تغني لنا اياها؟ Jesus loves me this. Jesus loves me this I know. رح ننطر الميوزك ونرجع نسمع الغنية مع كلوي.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Bravo. Yes, Jesus loves me. ترتيلي ثانك يو سو ماتش يا حبيبي. وهلا خلينا نروح ونحضر ريبورت الصور، صوركم يا اصحابي مع بول، وبنرجع بنكمل حلقتنا. خليكم معنا. عندنا صوره حلوه من كاترين لابسه الكاسكات وبالشمس، كثير حلوه صورتك. عندنا من كيرلس ميلاد، هو صديقنا مع بيه عم يتصور صوره حلوه. انا كليمانس باسم واورشليم عماد، نشكركم على الصورة. نوري شادي منير صبي مهضوم عم بيدور بالصورة، كتير حلوة صورتك. روماني ندى يعقوب نشرك على الصورة باللي مع الكرافات. عنا روزا روزا مع صورتها الحلوة، مرسي كتير على الصورة. سولانج دانيال ودانتيل ودانتيلا، وهن كمان ثلاث اخوة مهضومين. رجعنا معكم يا اصحاب الحلوين، كثير كثير صوركم كثير حلوين. بشجعكم دائما تبعتوا لي بعد صور اكثر واكثر تنبقى نتفرج عليهم بالبروجرام. وهلا اللي بدنا نعمله انه نتسمع على معزوفه ثانيه، هالمره معزوفه شرقيه لكل اصحابنا يلي بحبوا الموسيقى الشرقيه، كمان من الباند الشهير، واليوم منضم لهم صديقتنا بايلوت. هلا كام قبل الموسيقى بنسمع الاتصال. طيب لكينا قبل الاتصال نتسمع على المعزوفة الشرقية، خلنا نتسمع سوا. تفضل. حلو، كتير كتير حلو عن جد. ثانك يو كتير لبايلوت ولا الباند كمان يلي دايما بيرفقونا باحلى الانغام على آلاتهم الموسيقيه. عنا اتصال، هلا عنا اتصال على الواتساب، منقول الو. الو، هاي. هاي، انا بدي اسلم على ماي نيم از ماريا. اوكي، عمين بدك تسلمي يا ماريا؟ بونجور حبيبة، عمين بدك تسلمي؟ لمين بدك تقولي هاي؟ انا بدي اقول هاي لكلوي. واو، خد الميكرو يا كلوي. بتقربيها لكلوي شي؟ هي لان كلوي مفاجأة كتير. مين؟ مين ماريا يا كلوي؟ هي بنت خالتي، كوزينتي. شو بدك تقولي لها؟ يلا طلعي بالكاميرا قولي لها شي لكلوي. شو بدك تقولي لها؟ بحبك، تعي نلعب، شو بدك تقولي لها؟ تحت كلوي مبينة كثير كثير بتحبك، بس ما عم تقدر تعبر عن شو في بقلبها، ما هيك؟ ماريا قد ايه عمرك خبريني؟ 13. اوكي، انت معنا بالمدرسة أو بغير مدرسة؟ نعم. انت بأي مدرسة؟ ام سي اف. اوكي، طيب وماريا بتحب تغني؟ بتحب تغني كلوي يا ماريا؟ يا شو؟ يلا سامعينا شي من صوتك. شو رأيك؟ بدي شو؟
بدي غني بدي رتل. يلا اكيد حياتي عم نتسمع عليكي وهلا عم نكتب اسمك ونحطه بالبوكال بركه تربحي معنا. جاي لعندك جاي. يلا تفضلي. يلا عم نسمعك ماريا. جاي لعندك. يلا ماريا. جاي مع رفقاتي جاي جاي يا يسوع اخد الارماني جاي جاي لعندك جاي من مفرق الحب انا مع اصحابي وعدي يا يسوع وزع الارماني من مفرق الحب انا مع رفقاتي وعدي يا يسوع وزع الارماني اعطيني من قلبك اعطيني من حبك حبك يا يسوع من قلب الارماني كتير بدنا نزقف لماريا. ثانك يو ثانك يو ثانك يو على اتصالك ولانك هيك حبيت تشجعيها لكلوي. كلوي كثير انبسطت وانا كثير كمان انبسطت تعرفت عليك يا ماريا وهيك يا ريت دائما بتصيري تحكينا اذا بتقدري. اوكي باي حبيبي باي ماريا. كثير كثير حلو قد ايه عم يجينا هيك اتصالات على الواتساب وقد ايه انتم بحبوكم اصحابكم وانت كلهم عم يحضروكم. طيب خلينا هلا نسمع القصة تبع اليوم، بدنا نحضر الصور تنتفرج عليهم، حاضرين للقصة؟ طيب خليني أخبركم. في نهار يسوع بتعرفوا العجيبة اللي عملها وطعمها 5000 شخص كانوا كثير جعانين؟ أوكي خلصوا هيدا النهار، وبعدين قال لهم يسوع لتلاميذه يلا أنتم هلا روحوا تصيدوا بالبحر وأنا برجع بلحقكم. وهن والتلاميذ عم يتصيدوا بالبحر شو بيصير؟ بيصير عاصفة كتير كتير كبيرة. هلأ منشوفهم للتلاميذ بالسفينة والعاصفة فيها حولهم كلهم هيك خايفين كانوا كتير. فجأة هن خايفين بيشوفوا حدا عم يمشي على المي. طلعوا وينوه هيدا الشخص. بيطلعوا هيك وبيعرفوا انه هيدا يسوع. وقد ما بينبسطوا انه يسوع اجا يخلصهم بطرس بيتحمس كتير وبيقول له ليسوع يا يسوع اذا هيدا انت خليني هلا امشي على المي واجي لعندك. شي مره شفتوا حدا عم يمشي على المي؟ فينا نحن نمشي على المي او الكل؟ بس يسوع طلع ببطرس وقال له يا بطرس تعال عندي. وبطرس هلا منشوفه كيف ظهر من السفينه وصار يمشي على المي. تخيلوا ما كان عم يغرق، كان عم بيطلع هيك عيونه مركزه على يسوع وصار يمشي والعاصفه بعدها من حوله كثير كثير قويه. ولكن فجأة شو عمل بطرس؟ صار يطلع على الموج هيك اللي حوله وعلى العاصفة وعلى صوت الشتا والريح. شو قولكم صار فيه بس صار يطلع على كل هالأشياء اللي بتخوف؟ صار يوقع ويغرق بالمي. تخيلوا قد ايه كان خايفين بطرس. صار يصرخ قال له يا يسوع عم بغرق خلصني. شو قال له يسوع؟ قال له يا بطرس ليه شكيت وما آمنت فيي؟ وهون يسوع بيمسك له ايده لبطرس وبيخلصه وبيسحبه من المي. ويسوع كان بطرس معه بأمان. خبروني قولكم كان غرق بطرس لو ضل مطلع بيسوع وما طلع على الموج اللي حوله؟ خدوا الميكرو خبروني. شو مين بده يحكي؟ كلوي؟ لا اكيد لا. شو بدك تقلي يا الياس؟ اذا طلع بيسوع ما بيغرق. ما كان غرق. بس ليه قولكم صار يغرق؟ لربا قبل بيسوع. لان اكثر من هيك يا الياس، لان صار يطلع على الاشياء اللي بتخوف الحول. الموج كلنا بنخاف من الموج، كلنا بنخاف من الرعد ومن البرق ومن الهواء. لما طلع بهول الاشياء اللي حوله اللي كانت حقيقيه وبتخوف شو صار فيه؟ صار يغرق شوي شوي. ويسوع هون قال له يا بطرس ليه شكيت؟ ليه خفت؟ انا كنت عم بطلع فيك وكنت عم بعطيك قوه وايمان. طيب شو بتذكركم هالقصه بكل واحد منا وبحياتنا؟ مين في يفسر لي؟ شو بخبركم انا؟ ترقابيل. برافو عليك، قلتي كثير حلو انه نضل مؤمنين. بتعرف يا الياس بحياتنا دائما مرات بيكون في كثير قصص صعبه بتصير. مثلا شو في اشياء صعبه انتم معقول تقطعوا فيها؟ تنقول درس كثير وفحوصات صعبه وعلاماتنا عم تكون مش منيحه،
أو مثلا حدا منحبه كتير مريض، أو حدا منحبه مثلا، أو أهلنا مثلا ما كتير معهم مصاري، هول أشياء حقيقية وبتخوف مزبوط. فينا نحنا نطلع هول القصص اللي عم بتصير حولنا ونكون كتير خايفين ونفكر إنه ما في شيء رح يزبط وإنه خلاص كل شيء رح يصير من أسوأ لأسوأ، بس شو فينا نعمل شيء تاني ونكون مرتاحين ومبسوطين؟ شو نعمل هيك؟ نخبي عيوننا عن الأشياء اللي عم بتصير حولنا وعمين نطلع هيك نركز منيح 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 على صوتكم يسوع، على يسوع. ونتذكر قصة بطرس، إنه بطرس لما كان مركز عيونه على يسوع، تخيلوا مشي على المي، هيدا ما حد ما بحياته حدا بيعملها، بس بلش يطلع على الأشياء اللي بتخوف اللي حوله، أكيد بلش يغرق. نفس الشيء أنا وياكم، تذكروا دايما قصة بطرس، بس نكون بحياتنا في قصص صعبة حولنا، بالمدرسة أصحابنا عم بيضايقونا، أهلنا متضايقين، حدا مريض، ما بدنا نركز على هول الأشياء اللي بتخوف، عم بدنا نركز على يسوع يلي وعدنا إنه إذا منركز عليه مثل ما غنينا الغنية بالأول، هلا بنرجع منعيدها، شو بيصير؟ منضل على المي وهو بيساعدنا بحيالنا مشكلة. بتعرفوا أنا يسوع كتير ساعدنا بحياتي، في كتير مشاكل وأشياء صعبة قطعت فيها، بس هو دايما بس كنت أمن فيه كتير، كان يساعدني ويخلي كل شيء يصير منيح. بتعرفوا وهو بيقدر يعمل هيك معكم، مع أهلنا، معكم أنتو كمان يا أصحاب، إذا من أمن عليه فيه ومنخلي عيوننا مثبتين عليه. قصة كتير حلوة. هلأ رح أسألكم شو تعلمتوا بعد شوي، أوكي؟ بس قبل شو عنا كامو؟ في عنا كتير اشياء بعد يا مريان. يلا سيجمنت جديدة كمان بقى نحضرها. عن شو؟ في عنا واتسابات. شو بدك نبلش؟ واتساب. بالواتساب يلا. أوكي. في عنا رسالة بتقول: أهلين، كيفكم؟ أتمنى تكونوا تمام. أنا روزا من الجزائر، عمري 16 سنة. أنا بدي أطلب طلب صلاة من أجل دراستي عشان أنجح وأجيب علامات منيحة هالفصل، وكمان عشان عائلتي لأنه عم نمر بظروف صعبة هالأيام. واو، شكراً كتير على البرنامج، بتوجه تحية لكل العاملين بالقناة. حبيبتي روزا أنا كتير بحبك، وشكراً كتير أنك شاركتينا باللي عم تقطعوا فيه، وأنا أهلأ رح نصلي لك بآخر الحلقة يا روزا، واسمك انكتب ونزل هون بالبوكال. كل شخص بيشارك معنا على الواتساب رح أو بيتصل فينا بينزل اسمه بالبوكال. أوكي، تاني واتساب من مين؟ في عنا رسالة واتساب صوتية رح نسمعها مع بعض. يلا كتير حلو. مرحبا أنا ليديا من سوريا، حابة رنم لكم ترنيمي. ليديا بدي رنم أحلى ما في حياتي. واو. أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، يا هنايا وعزي وفرحي وشبعي في الجوع. أحلى في حياتي انت حبيبي يا يسوع، يا هنايا وعزي وفرحي وشبعي في الجوع. لو حطوا العالم في كفي مش ممكن ابدا هيكفي، لو حطوا العالم في كفي مش ممكن ابدا هيكفي. في قلبي مكانه هقدر اسيب الكل عشانه، ده الرب اللي في قلبي مكانه. كتير حلو، لكن بدنا نسلم عليها كلنا لروزا وبنقول لها ثانك يو كتير. لليديا ثانك يو كتير كمان على هالترنيمه الحلوه. شو عنا بعد شو واتساب قبل ما نحضر الريبورت؟ عنا صورة من صديقة لقلنا اسمها باتريسا. باتريسيا، مش عارف إذا بنقدر نشوفها مع بعض. أكيد. يسو مهضومة، من وين باتريسيا يا كامو؟ ما قلت لنا يا مريم. أوكي، وهيدا اتصال كمان بدك ناخده هلأ؟ هلأ بعد شوي لأنه اتصلنا فيه. أوكي، طيب خلينا نحكي شوي عن الريبورت اللي محضر لنا إياه يا كامو اليوم. شو هو؟ الريبورت عمالي أحضره. ريبورت يا مريم، هذيك الجمعة حكينا عن إعادة التدوير وبلشنا نحكي عن كيف منعيد تدوير الحديد. ريسايكلينج. اليوم كرمال الوقت هيك باختصار رح نتعلم مع بعض كيف منعيد تدوير الجلاس، يعني الإزاز. زجاج. أنين الزجاج كيف من قصمها بحسب الألوان ويعاد تدويرها. برافو، نحضره سوا. مين منا ما بيلاقي عنده بالبيت بعض الأنين الزجاجية يلي منستخدمها بحياتنا اليومية؟ بهيدا التقرير رح نتعلم مع بعض عن إعادة تدوير الزجاج.
من المهم نعرف أنه فقط الأنانة الزجاجية يعاد تدويرها، مش الكبايات الكريستال أو النوافذ الزجاجية أو نوافذ السيارات، لأنه بتتضمن مواد أخرى صعب فصلها عن الزجاج خلال إعادة التدوير. من المهم نعرف أيضاً أنه لازم نفرق الأنانة عن بعضها بحسب الألوان، لأنه هيدا الشيء بيأثر على إعادة التدوير. مثلاً الزجاج الأخضر يعاد تدويره فقط إلى زجاج أخضر، أما الزجاج البني يعاد تدويره فقط إلى زجاج بني. أكيد يجب أن نزيل عن الأنانة كل مواد غير زجاجية خلال مرحلة التدوير وتغسل من كل أوساخ عليها، ثم تكسر الأنانة لأجزاء صغيرة كتير قبل ما تتذوب، تنسكب بقوالب جديدة، وهيك بيكون تم إعادة تدويرها وصارت جاهزة للاستعمال. بالنهاية فينا نستنتج أنه الزجاج يمكن إعادة تدويره بشكل كامل 100% ولعدد غير محدود من المرات. رجعنا معكم وحين الوقت نحتفل بأصحابنا يلي عيد ميلادهم هيدا الأسبوع، وهن ميرنا كامل عطلة من الكويت، تعا نغنيلها بصوت كتير عالي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. كل أصحابنا الحلوين عم بيتابعونا، نحن كتير كتير ننبسط ومنفرح أنه نحتفل بعيد ميلادكم هون بالستوديو. باك تو كمال والواتساب مسجز الكتار يلي عم تبعتولنا إياهن. في عنا رسالة بتقول Hello, I'm Diana from Iraq and I like the program very much and I love you a lot, Marianne. ديانا من العراق، ديانا بقول لك انا كثير بحبك وكثير كثير كثير فرحانه بهيدا المسج اللي بعتيه، خصوصا انك من العراق، ببعث لك بوسه كثير كبيره. واتصال من مصر، خلينا نحاول ناخده مع بعض. يلا الو، كتب ديانا من العراق. ديانا عراق. الو. للاسف راح الاتصال. بعده. الو. مساء الخير. مساء النور. مين معنا؟ ميرولا. اهلا وسهلا يا ميرولا. عندك ميرولا عندك كم سنه حبيبي؟ فايف. واو كثير كثير حلو. ميرولا عاوزه ترنمي لنا ايه النهارده؟ ميرولا من مصر. فكر يلا. فكر يلا يا صاحبي، تفضلي. تفضلي ميرولا. فكري يلا دوري العب يا قلبي. ركز كده وبلاش تتلوم. ما تشوف لحظة عجبتك في الشط الجاي. برافو. برافو ميرولا. بدنا نزقف لها كثير لميرولا ونقول لها انه بنحبك كثير وصوتك كثير حلو وصغنون ومهضوم يا ميرولا. شكرا قوي قوي. ما بعرف قد ايه بعد عنا وقت 6 minutes او 5 minutes بالاحرى. شو عنا بعد مسجز؟ في عنا هاي جو مابيل اندريا جو فوز ام بوكو من لبنان. اندريا. ماما 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 كلمينا احنا اندريا. يلا ندرس يلا ننجح كان تنسرح قلب الماما. يلا ندرس يلا ننجح تنسرح قلب الماما.
زهرة زهرة بقى أجمعنا كان من عينك يا ماما شو بتسوتني بالاكي انت تديني أمانة شو بتسوتني بالاكي انت تديني أمانة. برافو أندريا، مش معقول شو هالصوت الحلو المهضوم، يعني أنا لو المامي تبعك بنبسط كتير. خلونا هلا يا كامو بعد نسمع واتساب واحد وبنسحب اسم الرابح، ما هيك؟ يلا خلينا نسحب اسم الرابح مع صديقتنا كلوي. كلوي سحبي اسم واحد تنشوف مين الرابح. يلا تراتي تاتا تام، والرابح هو او هي باتريسيا. برافو باتريسيا، بتربحي سي دي ون مور داي وسي دي للمرنم نزار فارس بالاضافه لهيدي الجائزه يلي هلا رح تشوفيها. مبروك، ربحتوا معنا جايزة تقدمة الجيت واي. رجعنا معكم يا أصحابي، أنا هون، كيفكن؟ أوكي، الحلقة كانت كتير حلوة، بدي قبل ما نختم بترنيمة إذا منلحق بدنا نشوف صورة وصلت لنا على واتساب، وأكيد بدنا نصلي بالختام لأصحابنا يلي طلبوا نصلي لهم، يلا يا كامو. صديقتنا من ديانا من العراق عم تطلب نفرجي صورة هير كوزن يلي اسمها ميليسا. ياي، منوجه تحية لميليسا اللي منحبها كتير، ولا صديقتنا ميليسا اللي هلأ عم نشوف لها صورتها كمان كتير مهضومة مثل هيك برنسس الصغيرة بالأحمر، كتير حلوة الصورة. لكن خلينا هلأ نصلي، بدي أطلب منكم كلكم تجوا توقفوا حدي ونرجع نختم بالترنيمة اللي رنمناها بأول حلقة، هيك بتتعلموها أكتر. يلا منغمض عيوننا ومنصلي لأصحابنا يلي اتصلوا فينا اليوم. يا يسوع كتير كتير بدي أشكرك على هيدي الحلقة الحلوة وأصحاب الحلوين كلوي وغريس وإلياس، قد هن بحبوك وبيحكوا وما بيستحوا أبدا يا رب. بتمنى منك يا رب أنك تحميهم بحياتهم هن وأهلهم وتهتم فيهم. كمان بصلي لكل أصحابي اللي كانوا اليوم عم يحضرونا يلي اتصلوا أو ما اتصلوا، أنت تهتم فيهم، بكل أصحابنا بسوريا بالعراق، انت تكون السلام يا رب يلي بتعطيهم اياه بقلبهم جايه منك، ويثبتوا عيونهم عليك لو شو ما كان عم بيصير حولهم من ظروف صعبه. بصلي كمان لروزا يا رب يلي طلبت نصلي لها، انا بامن يا رب انه انت بتحبها ورح تهتم فيها يا رب لان هي طلبت انه نصلي لها. كمل مع كل واحد منا وباركنا دائما باسم يسوع، امين. حاضرين نرتل الترتيله؟ يلا تعلموها، هيك بتصيروا ترتلوا لنا اياها، انتم كمان خليكم حدا اصحابي، تعالوا يلا. لا تخف من الشر، فالرب يسوع يحميك، هو دائما يحيط بك لي.